الله وعلى بركة الله نبدأ. إحنا رح نعمل أنا وياكم كوكيز الفستق الحلبي، عادة اسمه بالمنشآت الغذائية بكوكيز الميتي جرام. هلأ رح نحكي عن التفاصيل، وفي معاي كمان ضيف مش رح أقدر أحكي إنه قطعة من السكر لأنه اليوم أنا معاي ذكر وليس أنثى. أهلا وسهلا بالزميل والصديق الشيف علي فايز. علي فايز، نعم صحيح. أهلا وسهلا فيك شيف، نورتنا بمطبخ يوم جديد. إحنا إلنا الشرف دائماً بوجود طاقات شبابية لحتى ندعمها ونفتح لها الطريق أكيد، فأهلاً وسهلاً فيك، تصبح على جمهورنا. شكراً لك. بالبداية صباح الخير جميعاً، حابب أشكر التلفزيون الأردني على هذه الفرصة الذهبية اللي سمح لي أن أطلع على الشاشة الأمثل والأقوى والأفضل، شاشة التلفزيون الأردني. وأوجه شكر للشيف علا نيروخ للدعوة الكريمة، طبعاً بتشرف اليوم إني أكون معها، بتشرف أكون على شاشة التلفزيون الأردني، وبتمنى أكون ضيف خفيف لطيف عليكم وإن شاء الله تتقبلونا. إن شاء الله. طبعاً أكيد الشيف علي، أنا للتأكيد دائما الرجال لهم لمسة خاصة في المطبخ. الشيف علي بتحس إيديه مثل الكمبيوتر بتلعب بسرعة بسرعة بسرعة، أي مشكلة بلاقي لها حل خفيف الظل، وإن شاء الله يكون خفيف على قلوبكم من خلال هالشاشة المتواضعة. رح ناخذ مقاديرنا على الشاشة لتحضير كوكيز الميتي جرام أو كوكيز الفستق الحلبي. مقاديرنا على الشاشة عم تظهر أمامكم. نعم، لتحضير كوكيز الميت جرام بالفستق الحلبي، 100 جرام من السكر المطحون باودر، 100 جرام من الطحين، و100 جرام من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة، 100 جرام من الفستق الحلبي بده يكون مطحون وسط مش ناعم كتير بودرة. إذن 400 جرام، إذن بنحكي إحنا عن عيار 400 جرام أقل، يعني كمية كتير قليلة. هلأ هذا كوكيز الميت جرام، إذن كل إشي بده يكون 100 جرام. إذا قلت الميت جرام بدي أحط مثلا كاسة فستق بكاسة طحين بكاسة زبدة، لا، لأنه أنا لما بدي أعيرها وزن الطحين يختلف عن وزن الزبدة على الميزان، كمية السكر الباودر رح تكون أخف، فيفضل استخدام ميزان. أنا عادة شف يعني بحاول في المطبخ أو في العرض المطبخي على الشاشة لسيدات المنازل أبتعد عن استخدام هالأنواع من الأدوات، الميزان وغيره، ولكن دائما الشيف الناجح يلتزم بمقادير معينة مضبوطة. صحيح. لضمان النتائج النهائية. هل ممكن أنا يا علا أستبدل الفستق الحلبي ببندق بكاجو، أي نوع من أنواع المكسرات اللي أنت بتحبيها وعائلتك بتحبها دخليها بالكوكيز؟ تمام. هلأ بس نحكي كيف بدنا نستخدم إحنا الميزان للي عندها ميزان وما بتعرف تستخدمه. مبدئيا بحطه على سطح مستوي لحتى أخليه ياخد الوضع السليم، وبعدين بجهزه بده يكون مصفر. أوكي، رح أطفيه وهو مطفي على الأوف، بعدين بحط على الأون لحتى يصفر، بيطلع معاي 4 أصفار. هلأ الكاميرا بتاخد لكم إياه، إذن بده يطلع 4 أصفار على الشاشة. بعدين ببلش أوزن، بنزل. تمام. إذن هون أنا بصفر وبعدين بحط وبوزن، بوزن الطحين كذا 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 لحتى يوصل لعند اللي هي 100 جرام، وبعد ما أنا معيرة بروح كلهم بحطهم فوق بعضهم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. رح أنزل السكر البودرة والطحين، وبعدين كمان رح أنزل زبدة طرية هيها بحرارة الغرفة وليس مذابة لأنها رح تخرب لي قوام الكوكيز، وبعدين بنزل ملون الطعام الأخضر. أنا ما حطت لك إياه بالوصفة، بس أنا بستخدمه لتعزيز اللون في داخل الوصفة. طبعا أنت بتختاري درجة اللون المطلوبة. تمام. رح أعجنهم مع بعض وأبلش أشكلهم، أسهل من هيك ما في. وصفة كتير حلوة ولذيذة. هلأ إحنا على أبواب نتائج توجيهي، إن شاء الله أطيب الأمنيات لجميع الطلاب بالنجاح. فيعني هاي نوع برضو كمان الست لو نوت تجهزها كضيافة كتير حلو، سهل الموضوع. أنا رح أعجنهم وندردش شوي مع الشيف علي. تحكي لنا شيف عن بداياتك، كيف أنت يعني خلينا نحكي كشاب مش صبية، يعني إحنا بنعرف دائما أنه هذا التخصص فقط للإناث. هلأ صار عندنا وعي أكثر بفنون الطهي. صحيح. وصار في عندنا كمان كتير من الطاقات الشبابية، الشباب الذكور تحديدا. صحيح. توجه على هذا المجال. نعم. شو كان سبب توجهك؟ كيف شعرت أنه أنا فعلا أنا هذا مكاني؟ قد إيه لقيت في دعم من الأهل من الأصدقاء؟ يعني
هلا صدقا انا بالبدايات كان بحدود هذا الحكي من صف رابع او خامس. نعم. هلا احنا بحكم انه احنا عندنا بالعائله ما في بنات طبعا، لا فقط واحده. نعم. فكنت اساعد الوالده كثير، الوالده كانت تدخلني على المطبخ جدا كثير، يعني انه يلا تعال ادخل اعمل حرك. نعم. يعني مساعدات خفيفه لطيفه. نعم. لغايه تقريبا بحدود العمر ال 16 سنه. نعم. شفت نفسي انه انا بالمطبخ برتاح، يعني بتكون انت بتشعر نفسك انه انا بلاقي حالي 100% انا محصل حالي بهذا المكان وانا مرتاح بهذا المكان. نعم. فبلشت بالمطبخ، بمطبخ البيت، ادخل مع الوالده اتعلم. نعم. انتج لنفسي يعني افكار مغايره ادخلها على المطبخ. نعم. لغايه ما بعد هيك التجأت لدورات طبعا محليه. وبعد هيك طورت من نفسي وعملت بكذا مجال، عملت بكذا مطعم. نعم. وعملت بكذا برضو مشروع شخصي، والحمد لله هاي الأمور ماشية وما زلنا نتعلم. الله يوفقك. نعم صحيح، إحنا تخصصنا دائما أنا بقولها مثل تخصص الأزياء، كل يوم قصة وكل يوم سرعة وكل يوم حالة جديدة، فإحنا بنعيش وبنموت وبنتعلم ودائما في مجال للتطور. أنا ما رضيت أجهز عجينة مسبقة عشان أشكل لك إياها، الموضوع سهل. هلأ هذا القوام اللي رح يكون موجود معك هلأ بيظهر أمامك على الكاميرا، ما نقول إنه مش مزبوط أو خربان أو إشي، هذا الإشي بشد في داخل التلاجة. إذا مستعجلة تمام، إذا كنت مستعجلة حطيه بالفريزر. إذا هذا هو القوام. هلأ لما بتشد الزبدة في داخل التلاجة بتمسك، رح أروح أحطها بالتلاجة ونبلش إحنا بالوصفات مع الشيف علي، وبعدين بس تشد شوي بكوره أنا وياكم وبنكمل باقي وصفتنا. هلأ أنا وياكم نعمل تشيكن مكسيكان برفقة الشيف علي فايز ونشوف إيش بده يعمل لنا. مقاديرنا على الشاشة لتحضير تشيكن مكسيكان. احنا بحاجة الى اربع صدور دجاج مقطع شرائح، بصل مقطع شرائح، كوب فلافل الوان، اثنين ثوم مهروس، واحد فلفل حار، ربع كوب من الفطر الابيض الطازج مقطع، ثلاثة معلقة كبيرة من معجون الطماطم، اثنين معلقة كبيرة من البهارات المكسيكية موجودة بالاسواق، واحد معلقة كبيرة من دبس الفلافل، حكيت لكم انا من وين بجيبه، اشي بجنن طبعا حلبي على الأصول، ربع كوب من الزيت النباتي بالإضافة إلى ملح وفلفل. تمام، هاي أنا بدي أشغل لك الغاز وتبلش. طيب ناخد صلصة التغميس الجانبية لاحقا بناخدها، بس خلينا نبلش بالتشيكن مكسيكان. رح يبلش الشيف علي وأنا أحط كوكيز الفستق الحلبي بالفريزر لحتى يشد شوي. يلا تمام شيف، هلا ايش بدنا نعمل؟ اموره تمام. هلا اول شيء بدنا ننزل الزيت النباتي. تمام. في عندنا هون الدجاج طبعا منقوع ومغسول. تمام، احنا مقطعينه جوليان. طبعا مقطع جوليان مسبقا. اوكي. خلي شوي الزيت يحمى. خلينا نحطه على هذيك ايوه هون. أوكي. ايوه. يلا. تمام. شوي يحمى بس. طيب هلا هاي صدور دجاج مخليه من العظم مسحبه مقطعه جوليان 100%. هلا هاي صدور دجاج مخليه العظم منزوعه الجلد طبعا مقطعه جوليان مثل ما انتم شايفين. نعم. رفيعه طبعا متبل مغسول. الافضل انه ينقع ما قبل بيوم بملح وسكر وشويه من المي وملعقه من الخل الابيض طبعا. هذا بيحافظ على العصاره الداخليه اللي هو الجوسي. نعم. وبشيل اي ريحه غير مرغوب فيها. اول شيء بالبدايه راح ننزل الدجاج بعد ما تتنشف المي مثل العالم والناس. تمام، راح ننزل عليهم. طول بالك علينا، خلينا شوي شوي. نقولهم انت. أوكي. عملت له نقعه قبل بيوم. أها. اللي هي مي مع شويه ملح وسكر وسكر وملعقه خل ابيض. سكر وخل ابيض. طبعا هذا الاشي بيخلي صدور الدجاج تصير سوفت كتير، وكمان بتستوي وما بتشد بالمكسيكان تحديدا، فيعني اترك كتير حلو من الشيف علي. تمام، هلا الزيت عندنا حمير، رح ننزل عليه الدجاج. واكيد انا رح اشفوت اشوف مين معانا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحه التلفزيون الاردني. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا مازن المومني ام ربيع على معاشة الأردن وقائدها، تعيش وتحيي إن شاء الله. عصام محمد لزيود، ثائرة العربيات، برنامج رائع يجوب فينا مناطق المملكة، يسعد قلبكم. تمام، هلأ الزيت عندي عم يتقلل الدجاج عفوا. تمام، ونزلنا عليه الدجاج، اتركه شوي ياخذ لون هيك خفيف لطيف. نعم. نزل ميته. نعم. عشان ننزل باقي المكونات إن شاء الله.
طيب احنا اكيد بدنا نوجه تحيه لكل اللي متابعين معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اي سؤال فرصه سعيده انه انا اللي ماسك الايباد اليوم، فاي سؤال عشان اجاوبك عليه على السريع. تمام. طيب نشوف ايش في معنا اسئله شيخ. يلا يلا. معانا رجاء بدوية، يسعد صباحكم منورين، بصبح على خالي محمود الزغل، يسعد صباحكم، وإحنا كمان بنصبح عليه يا رجاء. أم معتصم، أم معتصم صباح الورد لإلكم. سميرة المناصير، أنت الفخمة يا سميرة، من أكثر المتابعين نشاط وتجاوب معانا ومستمرة دائما، فتحياتنا لإلك. معانا كمان على البث المباشر تسنيم محمد، صباح الخير يا تسنيم. تمام شوف معك، خلي بس شوي ياخذ لون هيك، خليه ينزل السوائل اللي فيه. خليني انا اريحك من الميزان. قديش بتطبخ باليوم شيف غير الشغل؟ اوه كثير والله. كثير يعني، حتى لما اروح على البيت يعني اوقات لا لازم. يلا علي يلا، تحياتنا للست الوالده اكيد يعني، الله يسعدك، في حدا عم يساعدك فيعني ما إلها دخل، عندها بنات ما عندها بنات، بده يساعد بيساعد. والله 100% صحيح. صحيح 100%. يلا هي كل المواد عندك، احكي لي ايش بدك انا جاهزه للمساعده. نعم ملح وفلفل اسود. يلا حاضر. طيب هون شف عم يتقلل الدجاج شوي هيك، ينزل ميته، نصور عليه بس. خليه ضروري ينزل كل السوائل. رح اجيب لك الملح والفلفل الاسود. تفضل، هاي فلفل اسود وهي ملح لعيونك. طبعا اكيد اخر شيء بدنا نحط الملح عشان طبعا الدجاج ما بدنا اياه يشرب، ضروري احنا ناكد على هاي المعلومه دائما. اوكي تمام، تفضل. اسلموا. طيب طب هاي الطبخة إيش ممكن الست تشيل أو تحط فيها تزيد مثلا؟ هل هي بس بدجاج ولا لازم؟ لا 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 لا، يعني ممكن نعملها بالسيفود. نعم. ممكن نعملها بالسيفود، ممكن نعملها بالمأكولات البحرية. طبعا بالمأكولات البحرية ممكن نعملها باللحوم الحمراء بتزبط 100%. ممكن نشيل شوي من الخضار، ممكن نزود زيتون أسود، ممكن نشيل يعني هذا مو يعني هيك احنا عندنا بيسك، بعد هيك شو ممكن نشيل ونضيف. نعم. ما في أي مشكلة فيهم. قد ايه صار في عنا علي، بتحس صار في عنا احنا كمجتمع محلي قد ايه صار في عنا وعي بتحس في موضوع المأكولات الخارجة عن نطاق الأكل التقليدي الأكل الشعبي؟ قد ايه احنا صار في عنا وعند أطفالنا كمان يعني بعد الثورة التكنولوجية هاي السريعة والتطور السريع؟ صحيح. قد ايه بتحس انه احنا صار عنا الجرأة نجرب؟ يعني قبل كان لا أنا غير مقلوبة، غير ملوخية، غير يخاني مثلا بأنواعها. يعني كان عنا كتير هيك كتير تف بهذا الموضوع. صحيح. قدي صار في عنا وعي، يصير في عندي أكثر جرأة أنا وأفراد عائلتي إني أجرب أطباق. هلأ بصراحة الموضوع كتير اختلف عن البدايات. إحنا بالبدايات كنا مثل ما حضرتك ذكرت إنه فقط منسف، يعني مأكولات. نعم. شرقية عربية. نعم. بحتة متعودين طبعاً عليها. لا غنى عنها. طبعاً لا أكيد 100% هاي تراث ومعانا للأبد إن شاء الله. لكن السوشيال ميديا يعني هذا التطور كامل دخل لنا المأكولات الغربية. نعم. مع الشفات الكبار طبعاً وبرامجهم و إلى آخره. نعم. وصار الواحد يعني حلو التغيير، حلو التغيير. يعني زمان ما كنا بنتخيل أنه نحط عسل مثلا على الدجاج. نعم. ما كنا نتخيل أنه نخلط ميكس مثلا حامض مع حلو. صحيح. ما كنا ناكل هذا الشيء، إحنا خلاص متعودين على مالح أو على زيوت أو على أشياء. صحيح. كثير مستوية. ما كنا. نعم. نتعود أنه ناكل شيء فيه كرنش شوي هيك. نعم. فالأمور تحسنت أفضل بكثير طبعا. طيب إحنا معنا اتصال أم الحارث. ألو صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الورد، أشرقت وأنورت. أم الحارث كيفك يا شوف الله؟ حبيبة قلبي يسعدك، أهلا وسهلا. نصبح عليك وعلى الشيف الرائع اللي معك، الله يعطي ألف عافية يا رب. الله يسعدك. شو رأيك أم الحارث بطبختنا اليوم؟ بتعملي أنت بتطلعي على الغربي ولا بس ملتزمة بالأكل التقليدي الشرقي؟ والله مش كثير، هينا عم نتعلم منه، إن شاء الله أنا نجربها وتطلع زاكية. أنت البركة، كثير طيبة، قريبة من الفهيتة شوي، كثير طيبة، إن شاء الله بتعجبكم. اسمحي لي بس حبيبتي أصبح على عمتي مية دبعي من أم طه بالمقابلين، بصبح عليها كثير يا رب. وإحنا كمان بنصبح عليها، إن شاء الله تكون سمعيتك وسمعيتنا. أهلاً فيك يا أم الحارث. يا شهد، صباح الخير.
صباح النور شيف علا. اهلا وسهلا، صباح الورد، شو الاخبار؟ هلا حبيبه قلبي يسعدك، اهلا وسهلا. يا مؤديك على الطبخات ازيك؟ خدمتكم الدلله. بتحبي الاكل المكسيكي ولا يعني مش كتير؟ يعني طيب شوفي طبختنا لليوم، واذا عجبتكم بتجربوها بعدين تحكوا لنا رايكم فيها. اهلا فيكي يا شهد، سلامنا للعائله الكريمه. طيب احنا هلا الدجاج نزل السوائل اللي فيه، خلينا نورجيهم. طبعا ليش لما انا اسوي بالبيت كسيده بيت ما بنزل معي هالقد سائل، ونزل اليوم مع الشيف علي بسبب الخطوه اللي عملها مسبقه قبل بليله، صحيح الكلام؟ 100% صحيح. نعم، اذا احنا تخلصنا من سوائل الدجاج ونزلت بهالكميه بيدوب شويه زيت وشويه على الغاز، هذا هو السبب، لانه هو نقعها قبل بيوم، فالدجاج يعني نوعا ما الدجاج تشرب كميه منيحه من الزيت. 100% صحيح. نعم. طيب معانا رحمه وادريس العمرات حجين، صباح الخير على ام الغاليه من جيجين، انا بعتذر. صباح الورد لك يا ادريس، وصباحنا لوالدتك الكريمه. تمام شيف، هلا انا عم بنشف بالسوائل 100%. تمام، وشبه انها تنشفت تقريبا إن شاء الله. هلا هيك بعد هيك حننزل البصل. عنا معانا ام احمد الجعافره كمان على البث المباشر. طيب انا شكله الايباد عم بيعلق، فرح اجيب تليفوني عشان الحق اشوف مين عم يشارك معانا على البث المباشر. تمام شيف، حطينا البصل جوليان طبعا، بصل ابيض. تمام، خليه بس شويه وقت هيك انشراح الحباشنه طبعا، وسميره المناصير اصدقاء البرنامج تحياتنا لكم دائما، هم مواكبين معنا. هبه نيروخ، صباح الورد لك، اهلا وسهلا فيكم جميعا. كمان معنا ميمونه الحوراني وام محمد الكور، ومعنا كمان اتصال. الو صباح الخير. الو الو يا امل. الو صباح الخير يا امل. اهلين اهلين بامل، اهلا وسهلا، صباح الورد. شو رايك يا امل بطبختنا؟ يسلم عليكي، في عن جد شيء حبيبتي حبيبتي، تحياتنا لعائلتك الكريمه، اهلا وسهلا فيكي. كيف ممكن طلب؟ نعم ممكن رقمك؟ أنا مش واضح عند الاتصال شباب. شكرا يا أمل على اتصالك وصباحك سعيد. تمام، إحنا نزلنا البصل على الدجاج. تمام، هلا حننزل الفلفل الألوان. فلفل ألوان مقطعة جوليان. وأهم شيء شيلوا اللب البيضة من الداخل، ضروري بأي نوع من أنواع الأطباق اللي بتحضروها، اللب الأبيض الداخلي بيعطي مرار في الأطباق، مهم جدا إنك تشيلي، ما تنسي هاي الخطوة. رائد الحماد بني سخر، صباح الخير مني ومن زياد الربابعة، وإحنا كمان بنصبح عليكم يا رائد. ندى عكش أو عكش، إن شاء الله أحكي الكلام أو الاسم صحيح، يسعد صباحكم ويسلم إيديكم، وكمان بصبحوا عليك يا صباحهم ورد، أهلا وسهلا مشرفينا. كمان أمون ترابشة، صباح الخير لإلك. وإلهام دراوشة، خالد أبو راشد، أم حمزة الخطاطفة، وخالد الخالدي، ونوال حماد، هدى كريشان، وعلي زيد، منورين الشفتات ما شاء الله عنكم، أنتوا البركة. وأكيد ما بدنا ننسى شف علي، نتمنى أطيب الأمنيات لطلاب التوجيه طبعا، على نار زينا زيهم طبعا 100%. حواليك توجيه الله ينجحهم. لا على الأغلب خلص الكل كبر والبواقي أطفال، البركة بالموجودين. وأكيد إحنا كمان نتمنى كل التفوق والنجاح لأبناء وبنات زملائنا من فريق عمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الله ينجحهم، ورح نتحلى على حسابهم، هو هذا المهم، أهم إشي هذا الحلوان. إن شاء الله الله يوفقهم جميعا، ما يضيع تعب لأي طالب مجتهد، وأهله كمان أكيد الأهل دائما هم مواكبين مع أبنائهم، بس إحنا يعني الدنيا بتاخذنا وبتجيبنا طبعا طبعا طبعا. نعم، بالنهايه مشاعر يعني الاعصاب بايظه، بس ان شاء الله الله كريم، الله لا يضيع تعب لا اب ولا ام ولا حتى ابن او بنت. انا مجهزه حالي وجهزت هندامه، بدي البس روب التخرج معاهم ونقول لهم الف مبروك، ورح نعمل لهم حلقه خاصه لطلاب التوجيهي، الله يقدرنا وما نقصر. نزلنا كل الفلافل الملونه 100%. هلا اخضر احمر 100%. حنخليهم هيك شويه وقت فقط يتشوحوا مع بعض، ياخذوا طعمه بعضهم ان شاء الله. تمام، حنزود شويه زيت. تفضل خلي الزيت جنبك شيف عادي، يعني براحتك، مكانك في الملعب ملعبك. تسلم لك، شكرا لك شيف. تمام، بدي اروح اشوف الكوكيز انا عشان ابلش اجهزه.
أيوة شايفة شايفة، أحلى من هيك وصفات ما في. إن شاء الله بنجح أولادهم وعلى طول الست وصفات سهلة وسريعة. نعم، وبيعملوا ضيافة سريعة سريعة سريعة، يعني ما بدي أحكي مش مكلفة بس إيش هو منه. هلأ بورجيكم قوامها. تمام، رح أجيب صينية أكيد فيها ورق خبز اللي هو ورق زبدة، وبعدين أبلش أنا أشكل. شوفوا كيف صار قوامها، هي مسكت حالها. إذا أنا هذا الإشي بيساعدني، برجع بعجنها ببعض لحتى ترخي معاي الزبدة ويبلش يتكور معاي وياخد الشكل التمام. بعدين بروح بشكل سليم. هلأ كل ما كبرت الحجمة بدك حجم الحبة، بدك تكوني عارفة إنه الحجم رح يصير باثنين، هي بترتاح وبتفرد هيك بتصير هلأ بتشوفوا، وحجمها باثنين. فالشيف علي أجا طبعا بدري اليوم، صحيح، وإحنا عادة بالتلفزيون الأردني دائما معروف عنه سابقا ولاحقا وسيبقى داعم للطاقات الشبابية. فحكالي علي شوف أنا ما بدي تدخليني قبل بشوي على الاستديو، دخليني صحيح أحضر. فهو ساعدنا بتحضيرهم وخبزهم، وكان بده نسويهم ميني بس قلنا له لا ما بصير كتغيير، يعني جمهورنا بحب الإشي المدسم. شوفوا قديش المسافة، هلأ هاي هيك رح يصير حجمها، تمام بكبر حجمها فرح تلزق بالتانية، فديري بالك خلي كتير مسافة منيحة بينهم. بعدين بنروح على الفرن الرف الأوسط 170، 4 دقائق لخمس دقائق فقط، بس بياخد لون أشقر من تحت بس، مشان ما ينشف. صحيح، نعم صحيح، بنشف وبنحرق كمان 100%. بس انت خدي الحجم اللي بدك اياه، صغير كبير زي ما بتحبي سوي. نعم احنا بدنا اتصالات اكيد، هالشباب هلا بيطلعوا لكم ارقام الاتصال بالبرنامج، كثير بيجيني اتصالات انه وين، اتصالات خاصه طبعا، انه وين رقم البرنامج، وانتم تابعوا معنا على فقره المطبخ واكيد ما بيأثروا معاكم. انا هلا راح اجهز باقي الكوكيز وادخله على الفرن على حراره 170، والشيف علي كمان راح يعطي لون للدجاج، ونطلع فاصل كثير صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معنا. رجعنا لكم عن جديد لاستكمال ما تبقى من فقرة المطبخ عبر برنامجنا الصباحي برنامج يوم جديد. طبعا أنا في معاي شاب يعني كتير خفيف لدرجة إنه مش طبيعي، فيعني بهنيك على هالروح الطيبة لأنها بتنعكس في الأطباق. طبعا كتير مهم يكون الشيف نفسيته مرتاحة عشان أطباقه تطلع تمام. هلأ أنا هون خلصت كوكيز الفستق الحلبي وجهزته بالصورة النهائية، وخليت مسافة كتير مهمة بينهم لحتى تشوفي هاي بالصينية الثانية أمامك كيف فرد، كيف فرش، شايفة؟ بس هذا اللون بياخده تمام وخلص. بس إذا أنا بعرف إنه استوى من هون، هاي بفتحها، كتير كتير طيب وشهي ويعني نوعا ما مريح، لا عجانة ولا أشياء، هيك سريع خفيف لطيف. تمام شيف نشوف شو صار معاه. يلا اوكي احنا هون امورنا تمام ان شاء الله، جهزت امورنا، هلا صار وقت التتبيل. طبعا هذا البهارات الكيجن او هي البهارات المكسيكان، نعم، جاهزه امورها تمام، ما في داعي نخلط بهارات بالبيت ونغلب حالنا، خلص ناخذها العطار وبناخذ من عنده امورنا وان شاء الله تمام. طبعا ريحتها جدا قويه وكثير طيبه للاكل، كثير زاكيه ونوعا ما خشنه بتكون 100%. شبه خشنه، نعم اوكي. هي هون تبلناها هيك، عندنا شوية أوريجانو، هذه شوية إضافة خفيفة لطيفة، زعتر ناشف زيادة، زعتر ناشف طبعا، نعم، بودرة ثوم، هي بتيجي بالكيجن ولكن الزيادة كمان طيبة، ملحنا ما بدنا ننساه اللي نسيناه، بودرة الثوم كتير طيبة مع هالنوع خصوصا الفليفل 100%. صحيح صحيح صحيح، يعني مع الأكل الغربي كتير طيب. تمام، شوية فلفل أسود رشة خفيفة طبعا، أوكي، وما بننسى دبس الفليفلة اللي هي الإضافة العربية الجديدة للمكسيكان، هو بالعادة ما بنضاف طيب. لها أنا كتير بستخدمه بمطبخي كتير طيب جدا، علي شيء بصراحة صحيح خرافي. طيب هي طيب أنه هنا برضو قول معجون الطماطم، هنحط 3 معالق مثل ما ذكرنا، تمام هيك أمورنا إن شاء الله.
تمام تمام. طيب احنا هيك عندنا الكوكيز صار جاهز بالصورة النهائية، بس اهم اشي لما بيطلع من الفرن اتركيه تلت ساعة، نص ساعة، ساعة الا لحتى يبرد تماما، مهم يبرد كتير كتير منيح لحتى ما يفرط، لانه نسبة الزبدة فيه عالية بالمقارنة مع اللي هي المكونات الناشفة اللي هي الطحين والسكر. فلما يبرد ويصير اموره تمام بتشوفي بهالشكل النهائي، كتير كتير طيب وان شاء الله انه بيعجبكم. رح احط لك اياه تشوفي بالصورة النهائية عشان نكمل باقي اطباقنا مع الشيف علي فايز. تمام شيف، اذا احنا نزلنا باقي البهارات على التشيكن مكسيكان 100%. بدنا نخليهم شوي هيك يتسبكوا مع بعضهم. تمام خليهم، انا احرك براحتك اذا بتحب ايش بدك تعمل لنا هلا. هلا هون بدنا نسكب الرز. يلا خليني اجيب لك الرز وتحكي لنا اكثر عن الرز اللي حضرت لنا اياه، ايش حطيت فيه. هلا احنا هون حضرنا الرز الستاندرد بالبيت يلي بناكله، هو الرز الابيض. تمام. بس هون احنا حبيت اني اضيف فكره مغايره شو، بما انه مكسيكان. ضفنا شويه من البهارات الكاجن اللي ضفناها للتشيكن مكسيكان. مع شويه حبات ذره. اذا هون بهار كاجن وملح وذره. وذره 100%. هون فقط ملح وزيت، فقط فقط ملح وزيت بدون ولا كركم ولا شيء. لا لا اطلاقا اطلاقا على الحل ابيض، عشان لانه هون في سبايس بهارات، يعني في ناس ما بتتقبل فكره انه جهتين يكون بهارات. صحيح، يعني برضو احنا كمان بدنا نعمل هيك توازن بالنكهه، اكل لقمه مريحه على معدتي على جسمي، بدها تكون امنه، مش هون بهار وهون بهار. صحيح. فبما انه هناك بهارات فخلالك اياه على وضع هيك مريح اكثر. تمام اسكب لك اياهم بتحب؟ ان شاء الله يا ريت. يا حاضر بنغلبك معنا اليوم. يا دلل عمي يسعدك عيونك. الو طبعاً. صباح الخير يا ليان. صباح اهلين وسهلين. اهلا صباح الخير. صباح الخير يا ريت تعلي لنا صوتك عشان اسمعك. الو سامعه هيك سامعه؟ اهلا اهلا وسهلا حبيبتي كيفك؟ هلا حبيبه قلبي يسعدك اهلا. الأكلة كلها كثير زاكية، رح أجربها بالمستقبل إن شاء الله. وكثير سهلة ليان، ما بدها إشي، سهلة جدا. أما هو وجربت أنا اليوم، عملت اليوم عملت الوصفة اللي عملت فيها هذيك المرة الدجاج بالأعشاب، اليوم سويتها إن شاء الله تزبط. بس لا بتزبط، التزمي في اللي حكيته وان شاء الله بتزبط. ما رح يعني مش رح تتوقعي ايش ممكن النكهه تطلع، ولا الريحه، ولا رح تحسي بالاعشاب، بس رح تحسي بريحه وطعم مش طبيعي، يعني اشي هيك رح يحيرك ان شاء الله. بتعجبك ان شاء الله. بس كمان سؤال صغير امر، تسال قلتوا في حركه عملها مسبقا قبل عشان الدجاج ينزل السوائل، شو عملت يا شيف؟ قبل بليله احكي لها شيف ايش عملت لها مرينيت الدجاج. نعم تمام. هلا ما قبل بيوم ننقعه بمي، طبعا يكون غامر ميه، ملعقه ملح وملعقه سكر وملعقه خل ابيض، ملعقه صغيره خل فقط. نعم قبل بليله، وبعدين بتصفيهم بتشطفيهم بتصفيهم، وبعدين زي ما انت بتكملي زي ما شفتي الطريقه. هلا هيك امورنا تمام شيف. يلا احنا ريدي، احكي لي شو بدك انا جاهزه. الو صباح الخير يا فاديه. الو الو فاديه يعني الله يسعد هالصباح. العافيه علا يا عافي قلبي. انا فنانه بالكعك يعني من وراك بصراحه. انت البركه ست الكل، خرافيه. انت البركه يا ربي. يسعدك يا ربي، حبيت اصبح عليك ويعطيك الف عافيه على البرنامج الحلو. يا صباح العسل. المهم اهل حبيبي. بيتك عجبهم واولادك عجبهم، هذا المهم. كل الناس اللي ذاقوا الكعك الحين بقشطه. نعم كثير يعني عجبهم كثير كثير. انا والله حكيت لكم هاي وصفه احد فنادق المملكه الفايف ستار، ضلينا ننزل بالمقادير لما وصلنا للمقدار اللي قدمت لكم اياه، ان شاء الله تكون من قيمتكم. يعني صراحه ما توقعتني اكون شاطره بالكعك هيك من وراك عن جد. يعني شاطره ونص وخمسه كمان ولسه بطلع منك. حبيبي يسعد قلبك. يسعد قلبك الله يعطيك الصحه وطول العمر. كمان عندي جاد، انا كمان عندك جاد. الله يخلي لك جاد يا ام جاد، طول العمر لك وله. اهلا ست الكل نورتينا، شكرا على اتصالك الحلو. تمام انا سكبت لك الرز، ايش بدك؟ يعطيكي الف عافيه. خلص خليك بس منوريتنا اليوم. طيب هلا احنا هون شلت منهم جزء منشان نعملهم ساندويتشز، اوكي يعني حنعملهم بفكرتين، نفس الطبق حنعملهم بفكرتين. الفكره الثانيه حنزود شويه مي. نعم منشان ناكلها مع الرز، يعني ما بيزبط رز بده شويه صوص منشان ما يكون ناشف معنا. صحيح تمام. احنا بس بدنا نشد ايدنا عشان ما ناخذ وقت المشاهدين بموضوع الدب اللي بدنا نسويه. اوكي يلا
اوكي. هلا ايش اسوي؟ اشيله هذا ولا حابب تعمل له ديكوريشن؟ ديكوريشن طبعا زينه. طبعا لازم الشفات ايديهم بتوجعهم اذا ما بعمل ديكوريشن. طيب هيك هون امورنا تمام ان شاء الله. هلا الدب حنعمله سهل وبسيط وطعم خرافي جدا مع. طيب اعملي لي الرز، خليني افضي لك الستيشن. يلا اوكي بسم الله. خلينا نشوف مشاركات من المتابعين، مين معانا على البث المباشر. طبعا كل الوصفات اللي بدكم اياها بتضيعوا فيها براحتكم، كله بتلاقوه على صفحة التلفزيون الأردني على يوتيوب، ابدا ما بتضيعي باي شيء، وانا ان شاء الله اني متابعة، ان شاء الله اني ما بقصر. خالد الخالدي، ام حمزة الخطاطبة، وخالد ابو راشد، نادية قرش، يسعد صباحكم وصباح الشيف اللي معكم، وهي الشيف علي بيبعث لكم تحياته. صباحكم ورد، أهلا وسهلا فيكم. معنا علا على الخط كمان. علا بتطلع جائزة اليوم. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. ألو صباح الخير يا علا. كيف حالك؟ أهلا، صرنا أحسن بسمع صوتك، كيف حالك؟ والله الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ هلا حبيبة قلبي، يا ريت تعلي لنا صوتك شوي عشان أسمعك منيح. نور الشاتي حبيبتي بوجودكم. جربتي إشي من وصفاتنا علوش؟ حبيبة قلبي إن شاء الله بالهنا والعافية على قلوبكم. الله يخليكي دينا لتوجيهي. يا رب يا رب الله يفرحكم ويفرحنا ويفرح كل الأمهات والآباء بأبنائهم، وإن شاء الله أنه بفرحوا قلوبنا يعني بالنجاح والتفوق إن شاء الله. الله كريم. الله يخليك. يلا شدوا الهمة، بس أنتوا خليكوا جنبهم ودعموهم إن شاء الله. يا حبيبتي بالتوفيق إن شاء الله. طيب إحنا شف نشهل لو سمحت. يلا إن شاء الله. هلأ هون بالنسبة للدجاج حطينا عليه شوية مي لحتى 100%. طبعا أنت طفيت الغاز لأنك قربت على البورد، هذا تاتش مش زي غاز المطابخ. يلا سمع. طيب احنا هون عملنا قدمنا الرز بالشكل النهائي. بدك اسخن لك الجريل؟ يا ريت. يلا حاضر. طيب ناخذ مقادير الدب اللي هي الصلصه الجانبيه للتغميس، بنقدمها بجانب الاكل المكسيكي. ناخذ مقادير على الشاشه اقرا لكم اياها، بيكون الشيف جهز اموره بالبلندر. يلا مقاديرنا على الشاشة لتحضير صلصة التغميس الجانبية: حبة أفوكادو يفضل تكون مستوية، بقدونس، واحد توم مهروس، عصير ليمون، ملح، فلفل أبيض، 3 معلقة كبيرة زيت زيتون، بالإضافة إلى بس ما في إضافة. خلص يلا بكفي. طيب حبة اللي هي الأفوكادو كيف بدي أعرف إنها مستوية؟ يفضل إنها القشرة تكون الخارجية من برا لونها على سواد، بتكون هي مستوية. اللي لونها أخضر إذا بدك تشتريها ولقيتي سعرها طري جيبيها بكيس تبع خضار، الكيس العادي، حطي معاها حبة تفاح وسكري عليها، حطيها يومين بترجع بتلاقيها استوت على الآخر. هنزود شوية هلأ زيتون هون. شيف أوكي، حطينا أفوكادو، توم، فلفل حار، زيت زيتون، كمان رح نكمل بالبقدونس، طبعاً حنحط شوية ملح، ملح، تمام. يلا خلينا نقدم الرز إحنا كمان هون. طبعاً رز عادي ورز بالكيجن، وإيش قلنا كمان؟ نسيت. والذرة. والذرة. تمام. طيب. أوكي. يلا. هلأ هون بدنا نشغل البلندر. أيوة صديقي. تمام. اسلام. طيب هيك امورنا تمام ان شاء الله. يلا طبعا هو ممكن خشن نعمله، ممكن ناعم اذا بدك اياه بيوري كثير ناعم، او اذا بدك اياه امورنا برضه تمام. القطع للسكب اعطيني عنك اسكوب، تعال انت حط لنا هون، شو رايك؟ بصير. يلا خلينا نلحق عشان يلا. هاي هون رح نقدم تشيكن مكسيكان على طريقة الشيف علي بالصورة النهائية. طبعا ريحتها خرافية لأنه الدور والباقي على البهار، كتير مهم البهار اللي بتستخدميه. طبعا عند العطارين بتلاقي اللي بدك إياه بتلاقي، ويفضل إنه يكون مكسيكي خشن. يلا هاي التشيكن مكسيكان، تحب أحط رشة ذرة؟ بصير لو سمحتي. يلا حاضر. تدلل اليوم بطلع لك تدلل. يعني أنا شو بدي أحلى من هيك؟ تمام شوف. طيب هون شوية لازم ما بقدر.
طبعا هذا بصل اخضر اوكي، بقطعه بالسكين من فوق وبحطه بفتح بالمي. عملناها كثير للستات اللي بتحب الديكور، كثير ستات بيرسلوني على موضوع الديكور، موضوع سهل كثير، عملناها بيوم جديد. خضار وفواكه ما خلينا. طيب هون ايش بتحب شيف؟ هون حنعمل اللي هم ساندويش منهم اللي شلناه من دون مي. تمام. بصل اخضر، يا عيني عليك، الله يسلم ايديك وعينيك، هيك بيكون هيك امورنا تمام ان شاء الله. الصوره النهائيه يلا نسوي لهم ساندويش. يلا يلا. هاي هيك صحن شيف علي بالصوره النهائيه. طيب هون عندنا الجريل مسخن مسبقا. نعم، احنا حطينا هون الدب تبع اللي هو الافوكادو 100%، وحاطط لنا هون هالابينو، هالابينو سلايز، وهون دورب للي بيحب يزود. تمام. طبعا احنا هون في عندنا تشيدر تشيز والموتزاريلا. نعم تمام. يمي يمي يمي، زبط لي السندويشه. تكرم. خلي عنك انت اشتغل وانا بفضي، ما عليك. يلا هيك امورنا تمام ان شاء الله. تشيدر تشيز احمر يفضل بهذا الساندويتش، كثير اطيب 100%. اوكي طبعا قاعده بنحط شيدر. غلبتني يا شيف. لا ابدا، العين العين ما بتعلى على حاجه بشيف. انتوا البركه ان شاء الله يا ربي نشوفكم احسن الناس. الو صباح الخير سترانيا. مرحبا شيف. مليون مرحبا، اهلا وسهلا. كيفك يا شيف؟ شكرا على الاطباق اللي بتقدميها خدمتك ستي. دلل. نعم ممكن رقم الخاص؟ بيعطوك يا شباب بالجاليري. احكي لي جربتي شيء من وصفاتنا ستي؟ جربت المعمول. نعم جربت المعمول، لذات كثير. طب الحمد لله، ان شاء الله بالهنا والعافيه طولت العمر لك. الله يسلمك. اهلا فيك. رقمك الخاص ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكي. تمام، هلا اعملي لنا السندويشه، حط لنا خبز تورتيلا وحط لنا تشيدر تشيز موزاريلا وكمان 100% التشيكن مكسيكان. دهنا خفيفه من الزيت منشان بالزيت لحتى تاخذ لون وتمتص درجه حراره الجريل بشكل سريع وتدوب الجبنه. وبعدين يا ستي العزيزه حطينا اي مقلايه عندك، مش شرط ولا جريل ولا غيره، اي مقلايه حميها بدون ولا شيء 100% وحطي. يلا على ايش بدك تحط لنا اياها؟ على هاي التقديم طبعا. يلا عشان الشباب يلحقوا ياخذوها بالصوره النهائيه. مية. مية. على الشاشه. تمام، اكيد احنا شيف علي دائما التلفزيون الاردني نقطه تحسب له والجميع بيشهد له. صحيح. خارج المملكه قبل ما يكون في داخل المملكه، دائما حريص على دعم الطاقات الشبابيه، وهذا الشيء اللي خلاني ارجع احط اليوم الخس اللي عملت لنا اياه حنين في سطوح بيتها من فوق زارعه. هذا الخس كثير غالي، بيجي مستورد من برا وما بيكون فريش بهالطريقه، فدائما احنا في دعم الشباب والشابات، اي حدا بنقدر ندعمه الابواب مفتوحه للجميع. اهلا وسهلا فيكم جميعا، واطيب الامنيات لطلاب التوجيه وللشباب وللبنات بكل التخصصات سواء بفنون الطهي او غيرها، دائما بالتفوق والنجاح. احكي لي شيف حايص ايش مالك؟ اقلبها على الوش الثاني واعطيني اياها خليني اقدمها. طيب فنورنا الشيف علي اليوم بمطبخ يوم جديد، وعملنا أنا وياكم برفقة الشيف علي الرز الأبيض العادي بالإضافة إلى اللي هو رز بالكيجن والدرة بالإضافة للتشيكن مكسيكان، وأنا عملت لكم كوكيز الميتي جرام بالفستق الحلبي. احكي لي شيف إيش بدك؟ بورد، بدي بورد بدون البورد، حط لي إياها هون وقطع لي إياها. يلا هيك امورنا تمام. وهيك بتكون خلصت سندويشه الشيف علي فايز وحط لنا اياها. الله يسلم ايديك وعينيك. يلا احنا ما ضل معنا وقت، لازم نقدم صحننا. يلا شيف ونودع مشاهدينا. امورنا تمام الكرام. تمام قطع لي حبه بكفي، هم مش ضروري ياكلوا. يلا شيف الله عليك، الله يسلم ايديك وعينيك، ان شاء الله بنشوفك احسن الناس يا شيف. تمام اوكي هيك تمام اوكي ان شاء الله. اوكي ممكن برضو للناس اللي بحبوا زودوا ليمون، نحط لهم نحط لهم شويه ديكور. العين اللي بتاكل شرحة. كتير مهم انا ادوكر طبعاً. لابني صحنه عشان اقنعه فيه واخليه ياكل كل الصحن ما يغلبني باكلاته. هيك بكون هيك احنا تمام طبقنا خلص، وقدم لنا شيف كل الاطباق اللي عملها اليوم. شكرا شيف علي لجهودك معنا، نورتنا والله، انك طاقه ايجابيه لا توصف، ضحكني اليوم عن سنه. شاكر لطفك شيف، شكرا لك وشكرا للتلفزيون الاردني مره ثانيه.
نورتنا شيف، وإحنا أطيب الأمنيات لك إن شاء الله بدوام التفوق والنجاح. شكرا جزيلا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وصلنا للختام والختام السلام، وبنشوفكم غدا إن شاء الله تعالى بنفس التوقيت بفقرة مطبخ يوم جديد الساعة 10 تحديدا بعد انتهاء زملائي من البرنامج الصباحي. بودعكم وبشوف وجهكم على خير، وخليكم دائما أنتوا داعمين وإيجابيين لطلاب وطالبات التوجيهي، وإن شاء الله أنا وياكم بنفرح بنجاحهم. إلى اللقاء.